بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في حديثنا عن الائتمان، وكان تحدثنا عن الاعتماد المالي البسيط في المحاضرة الأولى، وتحدثنا عن قطار الضمان. في هذه المحاضرة نبدأ بالاعتمادات المستندية، اعتمادات مستندية. والاعتماد المستندي يمكن تعريفه بأنه هو عقد يلتزم بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميلي تصرف عميله المستورد بناء على طلبه لمدة معينة من الزمن أو لأجل صالح شخص آخر، ضمانا لتسديد قيمة البضاعة المستوردة بضمان مستندات تمثل البضاعة المشحونة، يجري بموجبها السحب والدفع لدى البنك الذي نشأت فيه العلاقة. إذن الاعتمادات المستندية بتكون لعمليات استيراد، عمليات استيراد وتصدير، يعني يكون هي تجارة من خارج الحدود إلى خارج الحدود أو إلى داخل الحدود، يعني عملية استيراد وتصدير. خطاب الضمان، الاعتمادات المستندية الاعتمادات المستندية عندها خصائص. أول خاصية للاعتماد المستندي هي مزيج بين منح الاعتماد اللي هو الائتمان، اعتماد ائتمن البنك، أو توفير الضمان. هنا أول خاصية يا شباب بنلاحظ إنه الاعتماد المستندي بيجمع إنه منح العميل الائتمان أو منحوا القرض، وفي نفس الوقت وفر الضمان، وفر الضمان. اثنين، الاعتماد المستندي عملية ثلاثية بين البنك، والبنك هو فاتح الاعتماد بيفتح الاعتماد للعميل، وبين المشتري الآمر بفتح الاعتماد، وبين البايع اللي هو المستفيد، بين البايع اللي هو المستفيد. أنواع خطاب الاعتمادات المستندية. الاعتمادات المستندية يا شباب عندها أنواع كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل المثال في حاجة اسمها الاعتماد القابل للإلغاء، يعني الاعتماد ده ممكن شنو يتم إلغاءه. الاعتماد غير القابل للإلغاء، الاعتماد سواء كان قابل للإلغاء أو غير قابل للإلغاء بيكون بإرادة أطرافه، الأطراف هم اللي بيحدد اللي هو العميل والبنك، العميل والبنك هو اللي بيحددوا انه الاعتماد ده قابل للالغاء او غير قابل للالغاء. النوع الثالث الاعتماد المؤيد او المعزز، يعني معزز بشيء اخر. الاعتماد القابل للتحويل، يعني ممكن تحوله يا اما لعميل او لشنو لعمليه اخرى. الاعتماد المجزأ والاعتمادات الدوريه، الاعتماد المساعد او مقابل اعتماد اخر، يعني يكون في اعتماد وفي اعتماد يكون شنو مساعد له. اعتمادات الدفعات المقدمه ذات الشرط الاحمر والاخضر، ذات الشرط الاحمر والاخضر. هنا البنوك عندها يعني رمزيه لشنو الشرط، وضع شرط على الاعتماد اخضر او احمر، ده كله عنده يعني معنى معين. الاعتماد المؤازر، الاعتماد مؤازر مساند. الاعتماد المضمون مقابل سحوبات، دي هي يمكن تكون انواع الاعتمادات. طيب نجي في عمليات الائتمان نشوف الحسابات شنو يا شباب. الحسابات المصرفيه، والحساب المصرفي عاده يتم فتح الحساب المصرفي في باتفاق بين المصرف وطالب فتح شنو الحساب. أي حساب مصرفي يتم باتفاق بين المصرف والعميل، يتم باتفاق بين المصرف والعميل. يعتبر طلب العميل بفتح الحساب المصرفي إيجابا، طبعا أي حاجة لابد يكون فيه إيجاب وقبول. فتح طلب العميل، بمجرد العميل ما يطلب من المصرف إنه يفتح له حساب، ده يعتبر إيجاب من العميل، ويجب هذا الإيجاب أن يقابل شنو؟ يكون في له قبول من المصرف، يكون في قبول من المصرف. يا شباب المصرف عادة يقوم بإصدار نشرات واستخدام أجهزة الإعلام، وذلك
يروج لخدماته، بيقوم يروج لخدماته ويقدمها للجمهور. هذه النشرات ما بتعتبر إيجاب، وإنما هي دعوة للتعاقد، يدعو العملاء للتعاقد معه فتح حساب، ولا تعتبر إيجابا لأن لشخص العميل أهمية. يعني البنك ما بيجي أي زول يجيه بيفتح له حساب، هنا شخص العميل بيكون له شنو؟ بيكون له أهمية، عشان كده البنك يفتح له الحساب أو يرفض يفتح الحساب المصرفي. المعمول به بأن الإيجاب في عقد فتح الحساب يصدر من العميل، الإيجاب يصدر في فتح الحساب لا بد أنه يصدر من العميل، والبنك يطمئن على العميل بعد ذلك يقابله قبول، يقابل الإيجاب قبول. أول شرط لازم العميل ده يكون عشان يفتحوا له حساب لا بد أن يكون متمتع بالأهلية، أهلية التصرف، ما يعني ما يكون فاقد الأهلية ولا يكون الصغير الما وصل الأهلية. برضو يا شباب يجوز فتح الحساب باسم الغاصب والمحجور عليه، ولكن الولي أو الوصي أو الغيم حسب كل حالة هو اللي بيقوم التصرف في الحساب. إذا كان فتح حساب يتيم لشخص معنوي كشركة أو جمعية أو غيرها من الشخوص الاعتبارية، ويجب على المصرف أن يتحقق من سلامة إجراءات التأسيس. يعني إذا كان فتح الحساب خاص بشركة، خاص بجمعية، خاص، لازم البنك يتأكد من إنه الشركة دي تم تأسيسها وتم تسجيلها وتم كل الإجراءات الطالبة المطلوبة لتأسيس الشركات، تكون الشركات استوفتها. إذا ما تم الاستيفاء لا يستطيع البنك طوالي بيرفض إنه ما بيفتح حساب، كذلك الجمعيات. الحساب المصرفي برضو بيكون له طابع الاستثماري الاستمرار، ولزمن لا يتوقف إلا بوفاة العميل أو فقدان الأهلية أو الحجر عليه. الحساب المصرفي العميل بمجرد ما فتح حساب مصرفي بيكون عنده شنو؟ الحساب بيكون عنده الاستثمارية، إلا إذا العميل فقد الأهلية أو تم الحجر عليه أو العميل شنو؟ العميل توفى. متى ينتهي الحساب المصرفي؟ أول حاجة يا شباب، الحساب المصرفي للتاجر بينتهي بالإفلاس. من الأشياء اللي بينتهي بالحساب المصرفي الإفلاس. الإفلاس هو توقف التاجر عن دفع ديون أو التصفية، تصفية الشركة، أو إذا كان تعرض العميل لعارض من عوارض الأهلية، أو توفى العميل، أو انقضاء الشخص المعنوي المخول له فتح الحساب. يعني الشخص المعنوي شركة تم تصفيتها، تم حلها. طيب، التحويل المصرفي هو ما يقوم به البنك من إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه. تحويل، زول داري يحول مبلغ من حسابه لشخص آخر، لحساب آخر. قد يكون الحساب داخل نفس المصرف، حساب داخل نفس المصرف، وقد يكون الحساب في مصرف ثاني، وقد يكون المصرف في نفس المدينة ويكون قد يكون في مدينة ثانية، وقد يكون المصرف في نفس القطر ويكون قد يكون في شنو؟ في قطر ثاني. عملية التحويل المصرفي تؤدي إلى الوفاء بالديون دون الالتجاء إلى النقود ذاتها، وده طبعا هي من التصرفات اللي فيها حفظ للأموال وفيها حفظ لسلامة الأشخاص، ويعني من غير إنه العميل يشيل شواله. زي ما نشوف هسه الآن بعض العملاء يجي المصرف جايب له شوال عشان يشيل قروش في شوال، عشان يشيل قروش في شوال. يعني ممكن يحول طوالي من حساب لحساب، يعني بيتفادى فيها 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 عمولة بسيطة، يعني عمولة بسيطة وبتأمل لك إنك أنت ما تتعرض لمشاكل.
إذ يكفي أن يصدر المدين البنك المقيد به حسابه أمر بتحويل المبلغ المدين به لحساب دائنيه. يعني العميل يقوم يكتب للبنك إنك حول من حسابي رغم كذي إلى الحساب رغم كذي في المصرف الفلاني أو داخل المصرف ذاته مبلغ معين من المال. بمجرد ما تم التحويل تبرأ ذمة المدين، بمجرد ما تم التحويل وتم غيده في حساب الدائن تبرأ ذمة العميل. أو في بعض الأحيان يا شباب إنه البنك العميل يأمر البنك بالتحويل، البنك يقوم يحول لكن البنك الآخر ما ينزل المبلغ في حساب العميل، يجي العميل يلقى في حسابه ما نزل على حسب ما قال له الزول محول له وتبدأ المشاكل. هنا بتقع مسؤولية على شنو؟ على البنك. طيب إجراءات التحويل، تبدأ عمليات التحويل المصرفي بإصدار صاحب الحساب إلى مصرفه أمرا لنقل مبلغ معين من حسابه إلى حساب شخص آخر. يكون هذا الأمر في شكل خطاب يوقعه الآمر بالتحويل. إن كان يجري العمل في المصارف على ملء نموذج معين وهذا النموذج النوع من النموذج لا يجوز تداوله أي لا يقبل شنو التصدير. وتكمن فائدة التحويل المصرفي في حماية النقود من السرقة وفي حماية الأشخاص من التعرض للتعدي والاعتداء من الغير، زي ما حاصل الأيام ديلة مسائل التتبر، مسائل التتبر تلقى زول ناس بيتبعوا، ناس عصابات يتبعوا العميل خش البنك صرف قروش خدتها في عربيته وركب العربية ودور، هم ينطلقوا وراه ويعتدوا عليه ويسطوا على هذه الأموال، مما يجعل المال والعميل العميل ذاته يجعله يعني يتعرض لخطر. أنواع التحويل المصرفي، في أنواع من أنواع التحويل المصرفي، التحويل بين حسابين مختلفين، التحويل بين حسابين مختلفين في بنك واحد لذات العميل. يعني العميل يكون عنده حسابين في نفس البنك، حسابين في نفس البنك، يقوم يحول من حساب لحساب. التحويل بين حسابين مختلفين في بنك واحد، محمد حول لعلي، في الصورة الأولى علي حول لنفسه في نفس البنك، الصورة الثانية حسابين مختلفين في بنك واحد، الصورة الثالثة التحويل بين حسابين مختلفين في بنكين مشنو مختلفين. آثار التحويل، عملية التحويل وتمييزها عن سحب الشيكات. طيب نقص رصيد الآمر بالتحويل وزيادة رصيد المستفيد. الآمر بالتحويل محوله من حساب نقص، والمحول له المستفيد رصيد شنو زاد. براءة ذمة الآمر بالتحويل قبل المستفيد، براءة ذمة الآمر بالتحويل قبل المستفيد، لكن هذه البراءة يا شباب لا تكتمل إلا بعد غيد المبلغ في حساب المستفيد الدائن. يعني هذه البراءة لا تكتمل إلا إذا قيد المبلغ في حساب المستفيد اللي هو من يا شباب اللي هو الدائن. أهمية التاريخ، تحديد التاريخ، هنا يا شباب لا بد تظهر أهمية تحديد تاريخ التحويل، وده في حالة شنو؟ في حالات الإفلاس. طيب الفرق بين التحويل والشيك، أول الفروق يا شباب لا يخضع أمر التحويل المصرفي للشروط الشكلية التي يجب توافرها في الشيك. الشيك في شروط شكلية لا بد أنها تتوافر، لكن في التحويل المصرفي ممكن تكتب ورقة عادية في ورقة A4 تكتب للبنك وتوقع وتقول له حوله من حسابي لرقم لحساب الشخص الآخر. لا تبرأ ذمة صاحب الشيك إلا بقبض قيمته، لا تبرأ ذمة صاحب الشيك إلا بقبض قيمته. أما في حالة التحويل فتبرأ ذمة الآمر بالتحويل بمجرد غيد قيمة التحويل في حساب المستفيد. يعني الشيك لا تبرأ الذمة
إلا الساحب. هو الزولر كتب الشيء قال له كتب لشخص معين مستفيد، ما بتبرز ذمته إلا المستفيد يقبض القروش. لكن في الأمر في التحويل بمجرد ما في قروش، ما فيها قروش قبضها، القروش بمجرد ما نزلت تم قيدها في حسابه تبرأ ذمة العميل. طيب، لا يترتب على صدور أمر التحويل انتقال ملكية المبلغ إلى ذمة المستفيد من الآمر، وذلك عاد عكس المستفيد من الشيك إذ يمتلك مقابل الوفاء من تاريخ سحب الشيك بتصهيره إلى شخص آخر. هنا الخطاب حق التحويل أول ورقة المكتوبة إنه يحوله ما بتقبل التصهير، تنتقل من شخص لشخص آخر، أما الشيك بيقبل التصهير وينتقل من شخص لشخص آخر. طيب، لا تقطع استفادة المستفيدين من أمر التحويل لمدة التغادر ومواعيد التقديم الخاصة بالشيك. الشيك يا شباب بمجرد عنده مدة معينة، يعني ستة شهور، بمجرد ما تنقضي الستة شهور البنك ما بيصرف لك تاني إلا ترجع للساحب يجدد لك الشيك، يديك شيك جديد. حتى ده الشيك كورقة تجارية يكون قابل للتداول بالطرق التجارية، أما أمر التحويل المصرفي فالأصل فيه شخصي لا يقبل النقل. يعني الشيك ممكن شنو تداول. طيب، مسؤولية البنك عن الوفاء غير الصحيح، الحالة الأولى، يعني هل البنك 200 بيبقى مسؤول في حالة الوفاء غير الصحيح؟ الحالة الأولى تكون المسؤولية منسوبة للبنك، مثل هذا الخطأ عندما يقدم الشيك للبنك ويكون عليه توقيع مزور. يقدم شيك للبنك ويكون عليه توقيع مزور ويكون التزوير واضح ويمكن كشفه بالفحص العادي الذي يعمل به المصرف. فإذا أهمل المصرف في التدقيق في التوقيع وما اتأكد منه هو صحيح ولا مطابق ولا غير مطابق وصرف القروش، تبقى المسؤولية على منه؟ مسؤولية على المصرف. الحالة الثانية خطأ الساحب العميل. خطأ الساحب، كثيرا ما يكون الساحب هو السبب في حصول الوفاء لشيك مزور، فقد يسرق شخص دفتر الشيكات. يجي زول يسرق دفتر الشيكات ويكون ماهر مهارة شديدة جدا في تقليد توقيع الساحب ويسحب شنو؟ يسحب. طيب، نجي نقف على شنو؟ على الشيك. تعريف الشيك، الشيك لفظ يري الدلالة على الصك المالي حال الدفع عند الطلب، يحرره الساحب موجها إلى مصرفه، إلى مصرف يأمره فيه بدفع مبلغ من المال إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل الصك. الشيك ده تعريف شنو؟ الشيك، وفي تعريف متعدده ما دارين نخوض فيها. الشروط الشكليه للشيك، يا شباب في شروط شكليه لا بد انها تستوفى في الشيك. اول شرط امر مكتوب، تلقى في الشيك فوق ادفعوا الى امره، ادفعوا الى امر كذا. اثنين، ان لا يكون معلقا على شرط، يعني الأصل إنك أنت مجرد ما كتبت الشيك يفترض طوال يمشي وسط، لكن في النهاية الشيك قد تكتبه بأجل محدد. هنا الشيك لا أصلا ما يكون معلق على شرط، مجرد ما التاريخ طوال يمكن الشخص المستفيد يمشي يصل. أن يكون موجها إلى شخص آخر، ما البنك هو المسحوب عليه، والشيك والشخص اللي كتب الشيك هو الساحب، والشخص اللي بيحمل الشيك هو المستفيد. أن يكون موقعا عليه من محرره. هنا يا شباب التوقيع له أهمية. دائما البنوك يعني الآن العملية بقت عندها سهلة، لأنه النموذج حق توقيع العميل بيكون عندهم قدامه في جهاز الحاسوب. جاء العميل وجاء المستفيد وقدم الشيك، طوال الموظف
بيفتح الصفحة حقة الساحب وبيطابق التوقيع الموجود قدامه والتوقيع الموجود في الشيك. فإذا لقى صحيح طوال بيمر شنو؟ بيمر الشيك. حال الدفع الشيك يا شباب حال الدفع. وكذلك الشيك يكون مسحوب على شنو؟ يكون مسحوب على مصرف. الشيك يكون مسحوب على مصرف لأن الشيكات أصلا بتكون مسحوبة على المصارف. أطراف الشيك، أول طرف هو الساحب، هو الساحب، والساحب هو زول اللي عنده الحساب في البنك واللي عنده دفتر الشيكات بالحساب ده، قام كتب للمستفيد، وهو من يصدر الصك المالي أي من يقوم بتحرير الصك المالي ده الساحب. اثنين المستفيد، وهو الشخص الذي يسميه الساحب ليكون الدفع له، أي هو الحائز للشيك، الزول المكتوب اسمه في الشيك مكتوب أدفع إلى أمر، ده هو شنو؟ هو الساحب. بعد ذاك المظهر هو الشخص الذي يسميه من يقوم بتصدير الشيك، والحامل وهو الحائز لصك صدر ابتداء واجب الدفع لحامله. الطرف الثالث هو المسحوب عليه هو المصرف. المسحوب عليه هو شباب هو المصرف وهو البنك العميل عنده فيه شنو؟ عنده فيه حساب. مسؤولية الساحب. طيب مسؤولية الساحب يا شباب لا تنشأ بصفة عامة إلا إذا تحقق شرط تحرير الشيك وإعطائه، فلا بد أن يكون الشيك ممهورا بتوقيع الساحب محتويا على البيانات الأساسية من تحديد المبلغ والمستفيد والتاريخ. يعني الشيك الزول الساحب يكون حدد في الشيك المبلغ وحدد الاسم المستفيد وحدد التاريخ. أن تنتقل حياة الشيك انتقالا مشروعا للمستفيد أو للمظهر له أو للحامل، يعني ما يكون المستفيد ده المكتوب في اسمه في الشيك لقى دفتر الشيكات وكتب اسمه وقال للتوقيع شنو؟ قال للتوقيع الساحب. مسؤولية الساحب المظهر، الساحب ده هو صاحب الشيك، صاحب الشيك هو صاحب الحساب في البنك. تتشابه مسؤولية الساحب المظهر إلى درجة أن كل مظهر يعتبر في القانون مظهرا جديدا مسؤولا لصالح كل حائز ليه. يعني تلقى الساحب كتب فوق في 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 الشيك أدفع لأمر فلان، فلان بيور ظهروا لآخر، الزول ظهروا للشيخ ظهروا لآخر، يعني تكون تعددت. هنا مسؤولية الساحب في القانون السوداني اللي هي بتكون متطلبات الإدانة في المادة 179 يلزم إثبات وقايع يمت معظمها للعنصر المادي والغليل منها للعنصر المعنوي. يعني كلها معظمها بتمت للعنصر المادي التوقيعات وغيرها وقليل منها للعنصر شنو؟ المعنوي للجريمة. في العنصر المعنوي للجريمة يمكن بيانه في نقاط اللي هي واقعة الإعطاء، يعني قد غام بمل بيانات الشيك الجوهرية وقام بتوقيعه، بأن الساحب غام بحر إرادته بتسليم الشيك لآخر يقبله حائزا. اثنين مشروعية الإعطاء، مشروعية الإعطاء أو بمعنى آخر صحة التوقيع، صحة التوقيع. إنهار الركن المادي للجريمة إذا ثبت أن التوقيع مزورا وأنه صادر من شخص تنقصه أهلية الأداء. ثبوت تزوير توقيع الساحب يسقط المسؤولية الجنائية عن الساحب تحت المادة 179 جنائي. والوضع القانوني للشيك الموقع على بياض استغرت السوابق القضائية على أن توقيع الساحب على الشيك
يكفي لقيام المسؤولية وإن كانت البيانات الأخرى غير مكتملة عند تسليم الشيك. نجد في بعض الأحايين زول يقوم يدي شخص آخر الشيك ويوقع له، يوقع ما يكون كتب اسم الشخص المستفيد ولا كتب المبلغ ولا كتب التاريخ، بس وقع له، وقع له. هنا السوابق القضائية استغرت على أن توقيع الصاحب على الشيك يكفي لقيام المسؤولية، وهنا تنتهي عن المحاضرة الثانية.